على واحد يعني من اللي هو اصلا يعني تمام. بس هي كام؟ طيب انا شايف دلوقتي الساعة 10:30، يعني خلصت اليوم الدراسي كده ولا ايه؟ هو قالوا لنا مفيش النهارده بعد ما قابلنا السيد وزير والسيد المحافظ. كان في عرض احتفالي صغير في المكان، خلاص بقى بعد ما الناس دي مشيت فقالوا لنا نروح. وقال لنا كمان مفيش بس بكره ونرجع لهم تاني. يعني كمان مفيش بكره، هتيجوا بعد بكره يعني؟ هو طب كل سنة كان بيحصل كده أول يوم دراسة مفيش كده، ولا هو النهاردة بس عشان لا هو دراسة؟ النهارده بس. يعني أول سنة السنة دي يحصل كده، أنت في ثالثة صح؟ كان من أول يوم في الدراسة غالي والكلام ده والصرخة والكلام ده. إنما السنة دي الوزير جه فقالوا لكم إيه؟ قالوا لنا نروح بقى بعد ما هو مشي. تمام، أنت ناوي على الدراسة بقى إزاي؟ شايف الدراسة السنة دي هتبقى إزاي؟ والله أنا حاسس إن هي تبقى كويسة يعني، الله أعلم بقى، مش عارفين لسه الأوضاع إيه. كنت خايف كده من الرسم النهارده؟ لا مش خايف من التهديدات اللي حصلت مثلا من الاضراب، هنقطع الطريق؟ لا برضه المترو هتفضل المترو، ما تفرقش يعني الحمد لله. كان في جيش كتير في المدرسه النهارده؟ كان في جوه ولا بره؟ لا كان في جوه وكان في بره، وكان على فكره انا عديت على ودايه كتير وانا جاي، وكان في جيش مأمن برضه. وكانوا بيوزعوا ملامح. من كده؟ صح؟ الجيش كان بيوزع عليكم، كان بيفتش الطلبه؟ لا جيش؟ ولا بيشوف الشنط ولا اي حاجه؟ انتوا المدرسه عندكم يعني بعيد عن الاخوان، بعيد عن السياسه والكلام ده، ولا فيها برضو يعني في وسط رابعه ثانوي؟ ده ايام الاعتصام، اتضررت من الاعتصام؟ اتضررت من الاعتصام بس الجيش ظبطها وصيادت وكذبت حاجات ما شاء الله. انا سمعت ان فيها مبنى اتحرق. هي مبنى اتحرق والمدرسه اللي جنبنا اللي لازقه هنا على طول الساعه على الجويش. اشتغلت النهارده على الجويش؟ تمام. بس مفيهم برضه زي برضو تمام. مدرسة عليها مش زيكم؟ لا هي مدرسة ابتدائي. ابتدائي تمام ماشي.